ان شاء الله خير باذن الله. ربنا يسهل سهل النهارده يعني خير وبركه ان شاء الله. ما خسرش. عايزين كلمه من حضرتك لجمهور نادي الزمالك. الجمهور الحي فوق دماغي مصبر. وبعدين النهارده ادي انت شايفه النادي اللي كسبك هنا على ارضك اتغلب على ارضه. مش كده؟ بالظبط. انت عندك بونت، عندك اهم ماتشين الترجي دول بستة بونت رايح جاي. انا عامل طبعا مكافاه محترمه للولاد لو كسبوا الماتشين. لو ربنا كرمنا في الماتشين عندي بونت يبقوا سبعه. المريخ جاي لك هنا هيبقى كام؟ ان شاء الله انت تكسبيه يبقى عندك 10. خلاص تعديتي. الجمهور المحترم عارف وصابر ومؤدب، انما العيال بتاع الصفحات اللي بتقبض انا شايف ان الصفقات الجديده في حلقه ده هتبقى هي المنقذ للزمالك والقديمه. لا ماشي والقديمه بس يلعبها. عايز اقول لك حاجه ثانيه واحده، الزناري وعمرو السيسي مش كانوا الاثنين واحد في خط النص واحد في الدفاع خلوا طلائع الجيش الرابع يبقى جامدين. ثاني مصطفى شلبي دوت مش كان 13 جون وبيلعب في انبي، وانا اجيب واحد اصديه وبعدين اقول الصفقات حصل لها ايه؟ طيب سامسون ده هو مختاره، ده جاي من النادي اللي كان بيلعب فيه جاب 38 جول. بتلعبه تمام. انا بقى ما بقى يعني انا بقول لكم انتوا، لكن انا ما بقولوش هو، بقول لكم انتوا عشان هو ما بيعرفش عربي. نعم حضرتك ما بتتدخلش في اختيارات خالص يا بيه، بس انا متضايق طبعا. عاوز احط ونضاي ده ابراهيم ونضاي كان بيلعب في كلنا شفناه في وادي دجله وكان في سويسرا. والله هداف عالمي خلاص ينفع يلعب في دقيقة 88 في ماتش المريخ؟ لا. وبعدين أنا لو مدير فني قبل ما أشوف لعيبتي أشوف الفريق اللي أنا هلاعبه إمكانياته إيه؟ يعني لما يكون عندي مثلا نادي زي المريخ أو الهلال أكساب خلاص؟ ما أجيبش شاب صغير يلعب الماتش الأول. اللعبة على المريخ لو كح يوقعه. نادي الزمالك محتاج ايه علشان خاطر يرجع لبطولات افريقيا تاني؟ لان نادي الزمالك محتاج ربنا يهدي فريق. شكرا. ربنا يهدي ان شاء الله. هو مدرب عالمي على فكره. خلاص؟ بس عنده هو عنده سنه عند بس. لا عند ما هو بقول لك اهو. يعني عايز اقول لك سامسونج طبعا انا الماتش اللي فات. احترامي طبعا راجل محترم اللي هو فريدة محترمه جدا وبرضه سيف الماتش اللي فات. دلوقتي انت مين المهاجم اللي كان معاك؟ سيف الجزيري. مش هو معاك؟ افرض اصيب مين احتياطي؟ سامسونج كان خارج التشكيل. انا مش هتكلم في عوامل خارجيه بتاثر على فريدة؟ يمكن ميه يمكن قهوه. وعلى فكره فريرا يعني واخد اثنين دوري واثنين كاس. فريرا انا بقدر دور فريرا لان بعد وفاه ابن زوجته اللي هو مربيه هو في حاله نفسيه يعني انا شايف كده مش هو ده فريرا هو في حاله انسانيه برضه. الحاجات الانسانيه اللي انت لازم تقدرها ان شاء الله باذن الله يعني هيمر منها طبعا طبعا كل انسان بيتحمل دي قدر التحمل. انت ممكن تتحمل صدمه لمدة أسبوع 10 أيام متقدمينها وممكن واحد أكبر منك في السن يتحملها مثلا لمدة يوم حسب سنك وقدرتك واستيعابك والحياة عملت فيك. فطبعا الصدمة بالنسبة له صدمة عنيفة إن شاء الله بإذن الله. أنا متفائل بإذن الله إن شاء الله. هما ماتشين الترجي ماتشين مهمين جدا. أنت على فكرة إحنا غلبنا الترجي قبل كده في تونس. واخد بالك؟ ماتشين مهمين والترجي غلب البطولة العربية الزمالك كان مقضي فيها يعني لا والترجي غلب المريخ في تونس 1-0 لو تفتكر في أعتقد دقيقة 90 فيعني كل شيء متاح بس المهم الجمهور الحقيقي يبقى ورا فريقه.